طبعا كلمة برونكي الأزمة هي اللي بنسميها بالعربي في المريض. استاذ حضرتك بس لازم اروح اجيب حاجه بسرعه لا تتعب ما تتعبش. احنا بنسميها طبعا مشكله الرب والشعبي، مش كده؟ هي الحقيقه الديفينيشن بتاعها ديفينيشن طويل ومليان كلام كبير قوي، بس هي فكره البرونكي الأزمة دي باختصار شديد جدا هي عباره عن ريكارنت اتاكس. الاتاك من البرونكي الأزمة العيان بيعاني فيها من الحاجات الاتيه، بيعاني فيها من حاجه اسمها ديسنيا بنسميها شورتنس اوف بريث او بريثلسنس، صعوبه النفس او طرشه النفس بقى زي ما بنقول كده في المنطقه بتاعت القصر العيني يعني والعيانين المصريين الاصليين. بيحصل حاجه بنسميها ويزس، مقصود بيها السوت بتاع مرور الهواء في النار البرونكاي، بيقول عليها برضو العيان بتاعنا صدري بيزيق، صدري بيزمر، بيصفر، بيعمل اصوات يعني. بيحصل معاها كف، وبيحصل معاها حاجه بنسميها تشيست تايتنس، يعني برضه العيان يقول لك انا حاسس ان في حاجه صدري طابق عليا او مش قادر اخد نفسي. دي الاتاك بتاعت البرونكي الازمه. ان بتوين ذا اتاكس العيان غالبا طالما ما عندوش حاجه ثانيه هي از كومبليتلي فري، ما عندوش اي اعراض ولا اي فايندنجز ولا حاجه. ليه بقى بيحصل برونكي الازمه؟ الناس بتعتبر البرونكي الازمه هي عباره عن انفلاميشن، كرونيك انفلاماتوري رياكشن او كرونيك انفلاماتوري كونديشن. وعشان يحصل برونكي الازمه لازم في حاجتين. اول حاجه بنسميها تريجرنج ستيمولاي. تريجرنج ستيمولاي يعني انا بتعرض مثلا لحاجه موجوده في الجو زي البولين جرينز، او بتعرض لدست تراب، او بتعرض لفيومز بخار طالع من مصانع او طالع من حاجه بتطلع بخار ملوث يعني، او بتعرض مثلا للفرو بتاع الحيوانات اللي لها فرو، القطط والكلاب وغيره، او بتعرض لحاجه زي ريسبيراتوري فايروسز، ريسبيراتوري فايرال انفكشن. الحاجات دي كلها بنعمل عليها تريجرنج ستيمولاي. كويس؟ طيب كلنا بنتعرض للحاجات دي مش كده؟ بس مش كلنا بيجي لنا برونكي الازمه. يبقى اذا غير ان في تريجرنج ستيمولاي في حاجه يسموها هايبر ريسبونسيفنس في العيان ده. العيان ده عنده رد فعل مبالغ فيه في البرونكيال سيستم، لما بيتعرض للستيمولاي دي بيحصل له اتاك اوف برونكيال ازمة او بيحصل له انفلاميشن في البرونكيال ازمة. طب ده بالنسبه كده للشكل المبسط قوي بتاع البرونكيال ازمه. احنا في الكتاب عندنا هتلاقي ان شاء الله في الديفينيشن بتاع البرونكيال ازمه، هتلاقي فيه امثله للتريجرنج ستيمولاي، في منهم الرجنز، في حاجات يعني بتعمل الرجي وهشرح لكم ان شاء الله فكرتها دلوقتي، في حاجات ثانيه بقى ممكن تخلي العيان في اسماتيك اتاكس زي التعرض للجو البارد، زي حاجه اسمها سلفر دايوكسيد، زي الاكسرسايز بعض الناس يجي لها فيسبب الاكسرسايز انديوست ازمه. انا اللي يهمني الحقيقه فكره الالرجنز بقى. القصه بتاعت تعرض العيان ده نوع فكره من الازمه يقول عليه اكسترنسك ازمه، النوع المشهور قوي في البرونكيال ازمه اللي هو الالرجيك ده او الانفلاماتوري ريأكشن. بتبدا القصه فيه ان العيان بيتعرض لالرجين. انتجين يعني غالبا بيبقى انهيلد، يعني حاجه بتدخل عن طريق الريسبيراتوري تراكت. اول مره العيان بيتعرض فيها للالرجين ده بيحصل حاجه اسمها سنسيتايزيشن، بمعنى بيبدا الاميون سيستم يكون نوع محدد من الاميون جلوبولينز اسمه اي جي اي. كلكم طبعا خبره بقى في المايكرو والاميونولوجي وعارفين الاي جي اي ده بيبقى اتاتشد او لينكد تو ذا ميمبرين اوف ذا ماست سيلز، يعني دايما قاعد كده على سطح الماست سيل ميمبرين. بالظبط. دي المره الاولانيه. المره الاولانيه ما حصلش اعراض غالبا، انا بس بقيت سنسيتايزد، بمعنى كل مره هتعرض فيها لنفس الالرجين بيسموها ري اكسبوجر، كل مره هتعرض فيها للالرجين ده هيحصل ما يسمى بالانتيجين انتي بودي ريأكشن. والنتيجه هيحصل انفلكس اوف كالسيوم في الماست سيل، وهيحصل حاجه يسموها رابتشر اوف ذا ماست سيل ميمبرين او يسموها دي جرانيليشن، ويبتدي يطلع من الماست سيلز انفلاماتوري ميديتورز بقى، الحاجات اللي هتسبب الاتاك بتاع البرونكيال ازمة. هيطلع منها حاجات كتيره قوي، يمكن من ضمنها سيروتونين، من ضمنها هيستامين، من ضمنها بروستاجلاندنز، من ضمنها حاجه مهمه قوي سمعناها في الاوتوكويدز اسمها ايكوتراينز، بالذات المجموعه اللي اسمها سيستيلاين ايكوتراينز اللي هي السي 4 والدي 4 والاي 4. هيطلع منها اذر بقى ميديتورز مش مهمه بالنسبه لنا قوي، حاجه اسمها تيومر نيكروزس فاكتور وايزينوفيل كيموتاكتيك فاكتور، وقصه ان شاء الله تعرفوها في البطنه، لكن خلي تركيزنا على الاقل في الايكوتراينز. بيطلع ماده اسمها الباث، لو افتكرتوها في الاوتوكويد سمعنا الاسم ده، حاجه اسمها بليتلت اكتيفيتنج فاكتور. طيب
خلينا في الليكوترايز. الليكوترايز بقى هي اللي هتعمل لي مشكله المشاكل في البرونكي الازمه غالبا. هي ليها ريسبتورز موجوده على الميوكوزا بتاعت البرونكيال تري وعلى السموث ماسلز اوف ذا برونكيال. فوانس الليكوترايز اشتغلت على الريسبتورز بتاعها عملت لها مشكله اسمها البرونكو كونستريكشن او برونكو سباس، وعملت لي انفلاماتوري رياكشن في الميوكوزا بتاعت الاسبيراتوري. يبقى كان انا بالنسبه لي برونكيال ازمه هي عباره عن برونكو سباس وعباره عن انفلاماتوري رياكشن. طبعا كلكم عارفين الانفلاميشن ده هيحصل معاه مايجريشن انفلاماتوري سيلز، مش كده؟ كيموتاكسيس بقى، هيحصل ريليز للسيتوكاينز، هيحصل اديما، هيزيد الكابيلاري بيرميابيليتي. فتلاقي العيان اللي عنده برونكيال ازمه عنده في برونكاي ثلاث مشاكل. اولا سباز اوف ذا برونكاي، السموث ماسلز مضيقه اليومن او الكاليبر بتاع البرونكاي. عنده اديما، انفلاماتوري اديما بقى في الميوكوزا بتاعت البرونكيال تري، وعنده سكريشن. واحيانا السكريشن بيبقى ثيك وبسل لدرجه ان هو زي ما قلت لكم قافل المكان بتاع البرونكاي. لو افتكرنا بقى الشكل ده في البرونكيال ازمه كده احنا نقدر يعني لحد كبير قوي نتوقع الادويه. عندي مشكله اسمها برونكو سباس وعندي مشكله اسمها انفلاميشن. يبقى لما اجي اتكلم على drugs used in treatment of برونكيال ازمه لازم افكر في مجموعتين. برونكو دايليتورز وانتي انفلاماتوري دراجز، هم دول اساس علاج البرونكيال ازمه. عايز بقى تدي حاجه تعمل ميوكوليتيك اكشن تدوب الميوكس، حلو. عايز تدي حاجه تطرد البلغم ده اكسبكترانت، ماشي. عيان قلقان متوتر عايز تدي له حاجه مهدئه في بعض حالات البرونكيال ازمه، ينفع. عيان عنده هايبوكسيا تدي له اكسجين، ماشي. لكن الادويه الاساسيه في البرونكيال ازمه هم المجموعتين دول، برونكو دايليتورز والانتي انفلاماتوري دراجز. كتاب القسم عندنا كاتب الكلينيكال برزنتيشنز اوف ازمة، دي هنقراها ان شاء الله عشان العملي. احنا بنقسم العيان الازماتيك لاربع انواع. نوع اسمه مايلد انترميتنت ازمة، وبعدين مايلد بيرسيستنت ومودريت بيرسيستنت وسيفير بيرسيستنت. اللي بيحكمني ايه بس عشان لما تيجي تقراها، بيجي كام اتاك اوف برونكيال ازمة في النهار، بيجي كام اتاك بالليل، بس هي برونك نكتورنا الازمه. فهتلاقي مثلا الناس اللي بيجي لهم مايلد انترميتنت ازمه بيجي لهم اقل من 2 اتاكس بير ويك. يعني الاسبوع كله هيجي في مره او اثنين اتاك برونك الازمه بالنهار. ولما نيجي نتكلم على نكتورنا الازمه اقل من 2 اتاكس بير مانث، اسف 2 نوت مور ذان توايس ا مانث، يعني مش اكتر من 2 اتاكس في الشهر كله. كل بقى ما دخلنا على مايلد بيرسيستنت ومودريت بيرسيستنت بدات الاتاكس تزيد. يعني في المايلد بيرسيستنت اكتر من مرتين في الاسبوع بالنهار، بس مش كل يوم. وبالليل اكتر من مرتين، ثلاث اربع مرات في الشهر. يعني ماكسيمم مره كل اسبوع. المودريت بيرسيستنت بيجي اتاك كل يوم، كل يوم عندي اتاك وبرونكيال ازمه، واكتر من مره في الاسبوع، يعني اكتر من اربع مرات في الشهر. السيفير بيرسيستنت بقى تعيان على طول عنده برونكيال ازمه، طول كل يوم بيجي له اتاك برونكيال ازمه، وبالليل بيصحى على اتاكس برونكيال ازمه. يبقى ده هنقراه كده عشان العملي. في الحقيقه مره واحده بس اللي كان مطلوب فيها تشخيص نوع الازمه. انا فاكر السنه اللي بقول لكم كانت سنه فيها صعوبه في الامتحانات دي، كان جاب لي الكرايتيريا بتاعت العيان، عنده كذا اتاك في اليوم وكذا مش عارف كام اتاك بير مانث بالليل. وكان طالب اعرف نوع الازمه من الجدول ده وابتدي اختار الادويه. لكن عاده في الكلينيكال احنا بنشخص لك الحاله، يعني بقول لك العيان ده عنده مايلد او مودريت او سيفير بريزيستنت ازمه. تعال بقى نفكر في الدراجز. انا عايز اعمل برونكو دايليتيشن وعايز اصلح الانفلاميشن، مش كده؟ فكر معايا بقى كده لو نيجي نتكلم على برونكو دايليتور دراجز. فكركم كده بالسموث ماسل بتاعت البرونكاي، كلكم فاكرين عليها نوعين من الاوتونوميك ريسبتورز، البيتا 2 والام 3. فاكرين بيشتغلوا ازاي؟ مش كده؟ البيتا 2 ده بيشتغل على طريق جي اس بروتين، فلما بيحصل له اكتيفيشن بينشط الادينايد سايكليز فيحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام. سايكليك ام بي ده مهم جدا 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 في البرونكيال ازمه. ليه بقى؟ اولا بيعمل برونكو دايليتور. واقول لكم ان شاء الله كده لو جت فرصه بعد شويه، السايكل ام بي ده بيحير الطلبه قوي. تلاقيه في اماكن يعمل ستيمولي اكشن وفي اماكن تعمل يعمل انهبيتري اكشن. هو هنا عامل ايه؟
سايكل يجي في برونكاي عامل انيبيشن مش كده؟ قلل التون عامل برونكو دايلاتيشن. غير ان هو بيعمل برونكو دايلاتيشن اتضح ان السايكل اي بي ده بيعمل حاجه مفيده قوي في الازمه اسمها ماست سيل ستابيلايزيشن. يعني بيخلي الماست سيلز ملوش دعوه بالانتيجن انتي بودي اكشن، بس الفكره بيحصل الاكشن ده الماست سيل ما تفرقعش. وطالما ما حصلهاش ديجرانيليشن ما طلعش انفلاماتوري ميديتورز ما حصلتش اتاك برونكو دايليتور. يبقى هو في ميزه حلوه قوي ان غير ان هو برونكو دايليتور وده الهدف الاساسي من الادويه بتاعته ان هو بيعمل ستابيليتي اوف ذا ماست سيل ميمبرين. لقوا ان هو كمان بيقلل شويه السكريشن. بيقلل الكابيلري بيرميبيليتي والكونجشن والديفيوجن والكلام ده. ولقوا ان هو بيعمل انكريز في الاكتيفيتي اوف ذا سيليا. يخلي حركه السيليا احسن وبالتالي يقدر يطلق الميوكس بشكل اعلى. يبقى دايما بقى لما نتكلم عن ان دواء ايا كان الميكانيزم بتاعه زود سايكل ان بي، احنا من غير مذاكره بقى نفتكر ان هو بيعمل برونكو دايلاتيشن وماست سيل ستابيلايزيشن، وده هيقلل خروج الالرجيك ميديتورز او الانفلاماتوري ميديتورز من الماست سيلز، هيقلل السكريشنز وهينشط السيلي بانك. طب فكركم بقى السايكل ان بي ده كان بيحصل له ديجراديشن لمجموعه من الانزيمز اسمهم الفوسفو داي استريزس، بيتحول حاجه اكتيف اسمها الاي ام. الريسبتور الثاني اللي هو الام 3 ده كان بيشتغل زي ما فكرتكم من شويه عن طريق جي كيو. حكايه بقى ان هو بيزود سايكل جي ام بي دي ما بقتش مهمه قوي، الحاجه الاهم انه بيشتغل باي اكتيفيشن اوف جي كيو بروتين، فبدا ينشط انزيم اسمه الفوسفولايبيز سي، هيحول لك الفوسفوليبيدز لتو كومباوندز اللي هو الانسيتول تراي فوسفيت والداي اسايد ديسترول، والاثنين يعلوا كالسيوم. الاثنين يزودوا الفري كالسيوم جوه البرونكاي او حتى جوه الاكسوكراين سيستم. من اللي انا قلته بقى انا عايز استنتج ثلاث مجموعات من البرونكو دايليتورز. عايز ثلاث مجموعات ادويه يوسعوا البرونكاي. اول حاجه عايز افكر فيها ان انا لازم ازود سايكليك ام بي، مش كده؟ وعشان ازود سايكليك ام بي احنا اتفقنا قبل كده واحنا بنتكلم على الايلوتروبيك دراجز والكلام ده، عشان ازود سايكليك ام بي يشغل البيتا 2 او انهيبيشن الفوسفولايز، مش كده؟ يبقى انا عندي مجموعه اسمها البيتا 2 اجونيستس، مش محتاج اشرح لك الميكانيزم اوف اكشن، صح؟ دي ستيميليت البيتا 2 يبقى جي اس يبقى ادينايل سايكليز سايكليك ام بي وراها اربع حاجات بتوع برونكو دايلاتيشن وماست سيل ستابيلايزيشن سكريشنز قليله وسيجل اكثر نشاط. الطريقه الثانيه ان انا امنع الفوسفولايستريز اللي بيعمل كده في برونك الازمه مجموعه اسمها ال بي 5 زانتينز. سمعنا حاجه كده عن ماشي فيهم في الهارت فيلير، صح؟ كان لهم بوزيتيف ايلوتروبيك اكشن بنفس الطريقه. ولو فاكرين كانوا بيمنعوا انزيم بالتحديد اسمه الفوسفولايستريز تايب 4. يبقى نفس المحصله زودوا سايكليك ام بي عملوا الاربع حاجات المشهوره بتاعت السايكليك ام بي. الحل الثالث بقى ان انا اجي على ماسكرينك واعمل له بلوك. ادي انتي ماسكرينك دراج، زمان كنا بندي اتروبين لكن قريب بقى طلعت مجموعه اسمها الانتي الماتيك اتروبين سبستيتيوتس اللي هي تروبيوم الابرا تروبيوم والتايتروبيوم. يبقى هم دول الثلاث مجموعات بتوعي في علاج البرونكيال ازمك از برونكو دايليتورز. نقول ان شاء الله بالتفصيل تاني دلوقتي، بس تعالى نفكر بقى في المجموعه الثانيه الانتي انفلاماتوري دراجز. انا عايز اشتغل غالبا على الجزء بتاع الليكوترايز، مش كده؟ طيب لو احنا فاكرين في الاوتوكويتس كان الشخصي بتاع الليكوترايز فورميشن ده تلك الرسمه هي دي بتاعت الاوتوكويتس اتفقنا معاها يعني قاعده معانا ان شاء الله طول السنه. الفوسفوليبيدز بتتحول الى اراكيدونيك اسيد بانزيم اسمهم الفوسفولايبيزس. فاكرين كلكم اللي كان اهم واحد الاي 2 اللي هو كان بيديني اراكيدونيك اسيد في خطوه واحده. وكان الاراكيدونيك اسيد ده تو باث ويز، الباث واي الاكثر ان هو يتحول الى مجموعه بنسميها بروستانويدز او بروستاجلاندنز بانواعهم بقى الاي والاف وال طبعا في نص الجي والاتش بس اللي يهمني بعد كده الاي زي الاي 2 مثلا والاف زي الاف 2 الفا والاي 2 اللي هو البروستاسايكل والثروم اوكسيد. عرفنا بقى وقتها كل واحد فيهم بيعمل ايه؟ فهم شغالين قوي في البرونكيال ازمه. اللي في منهم بيعمل برونكو دايلاتيشن وفي بيعمل برونكو كونستريكشن.
طبعا ده عن طريق السايكل اوكسجينيزس كوكس 1 2 و3. انا يجي لي بقى الباث واي الثاني ده ان هو يدي لي ليكوترينز عن طريق انزيمز سميناها الفايف لايكو اوكسجينيز. طبعا برضو يعني مش لازم تفاصيل قوي، بس كان اول واحد بيتكون في ليكوترينز اسمه الاي 4 وكان بيدي بي 4 وده ما يهمناش قوي في الازمه، ده يمكن مهم في حاجه اسمها روماتويد ارثرايتس او غيره. وكان الـ A4 بيتحول لـ C4 وبعدين D4 وبعدين E4، التلات دول بقى هم المهمين بالنسبة لي. دول بيشتغلوا على specific receptors، لما يشتغلوا عليهم يعملوا الكلام ده، يعملوا البرونكو كونستريكشن ويعملوا الانفلاماتوري ريأكشن في البرونكو. طب فكر معايا بقى، أنا عايز أقلل شغل الليكوترينز ده قدامي كام حل؟ يعني اقدر استنتج بقى مين هما الانتي انفلاماتوري دراجز، مش كده؟ ممكن ابتدي من الاول اعمل انهبيشن للفوسفولايبيز اللي بيعمل كده الكورتيكوستيرويدز او الجلوكوكورتيكويدز زي ما تحب تسميهم بقى. طبعا اشهرهم يعني بالشهره كده الكورتيزول. وخلي بالك ان الكورتيكوستيرويدز ما كانتش بتعمل انهبيشن مباشره على الفوسفولايبيز، دي كانت بتطلع بروتين اسمه لايكوبروتين لو فاكرين، هو اللي كان بينهبت الانزيم. انا لو اديت كورتيزول مفيش ارابيدونيك اسيد، مفيش بروستاجلاندينز، الاهم بالنسبه لي مفيش ليكوترايد، ودي مجموعه مهمه كانتي انفلاماتوري. الحل الثاني اقفل هنا مش كده؟ اقفل الفايف لايكوبسينيز ده اسمه غريب كده بس مفيش غيره اسمه زيوتن. الحل الاخير بقى انا سبت كل الباث واي لكن جيت عملت بلوك اوف سيستيناين ليكوترين ريسبتورز، اديت مجموعه ادويه اخرها دايما فلوكاس لو انتوا فاكرين اللي اختصار ليكوترين ريسبتور انتاجونست. بعد ما اشغل دوين بقى دواء اسمه زفير لوكاس ودواء اسمه المونتيونست. ملحوظه مهمه بقى، الانتي انفلاماتوري دراجز ار نوت برونكودايليترز، يعني الهدف منهم مش الاكيوت اتاكس او برونكيال ازمه. في الاكيوت اتاك مشكلتي الاساسيه هي البرونكوسبازم فلازم ادي برونكو دايلتور، لكن ان بتوين ذا اتاكس انا عايز امنع الانفلاماتوري ريأكشن عشان ما يحصلش اتاكس جديده، يبقى دور الانتي انفلاماتوري دراجز ده فور بروفلاكتيك تريتمنت او يسمى باللونج تيرم بروفلاكس. ايه رايكم في الاسبرين النون ستيرويد ده الانتي انفلاماتوري دراجز؟ لا مش هم انتي انفلاماتوري بس ما ينفعوش. ليه بقى؟ هيقفلوا الطريق ده بيخلوا الاكتونيك اسيد يبقى شيفتد او ديفيتد انتو ليكوترين باث واي، يبقى بالعكس بقى ده ممكن يعملوا لي اتاكس برونكيال ازمه في العيال الازمه. وقول لي رغم اختلافهم الكيميائي ولكن يعملوا نفس المشكله اللي احنا قلنا عليها كروس الرجي، ان هم مش متشابهين كيميائيا لكن متشابهين في الميكانيزم وكده، يبقى كلهم ممنوع استخدامهم في العيال الازمه لوحدهم. طيب فضل ايه ممكن اعمله بقى في البرونكيال ازمه؟ حاجه تخلي الماست سيلز، على فكره طبعا هنيجي نتكلم ان شاء الله على الستيرويدز دلوقتي، هيبقى ليها دور كمان في تكوين الانتي بوديز وفي الانتيجين انتي بودي اكشن، يعني لهم اذر ميكانيزمز. لكن في مجموعه ادويه ثانيه يسموها ماست سيل ستابيلايزرز او يسموهم دي جرانيوليشن انهبيتورز. برضه ما هماش برونكودايليتورز، ما لهمش علاقه بالانتيجين ولا الانتيجين انتي بودي اكشن، كل فكرتهم لما يحصل الانتيجين انتي بودي اكشن الماست سيل ماسكه نفسها ما يحصلش فيها رابتشر عشان ما تطلعش الانفلاماتوري او الالرجيك انهبيتورز. هنسمع ان شاء الله عن دواء اسمه كروميلين اللي هو اسمه الكبير داي صوديوم كروموجلايكيت، ودواء شبهه قوي اسمه نيدو كروميل صوديوم. ده برضه في بعض الكتب الحقيقه بيتصنف على ان هو انتي انفلاماتوري يتحط مع مجموعه الانتي ليكوترينز ويتحط مع مجموعه الكورتيكوستيرويدز. يبقى ده كده بشكل يعني سريع قوي تقسيمه الادويه بتاعت البرونكيال ازمه. نيجي بقى ناخد اول مجموعه فيهم اللي هي البرونكو دايليتورز وتحتها ثلاث مجموعات البيتا 2 اجنست بيفايزنتينز والانتي ماسكارينيك فرانس. الميكانيزم خلاص بتاعي زهقنا منه مش كده؟ البيتا 2 اجنست دول عرفنا قصتهم وعرفنا السايكل اللي بيتا بيعمل ايه. انا اللي يهمني بقى لو رجعنا للاوتونوميك كده كان عندي مجموعه اسمها نون سيلكتيف بيتا اجنست كان عندي سيلكتيف بيتا 2 اجونست. افتكر كده مع بعض مين في الادويه اللي كان بيشتغل كاجونست على بيتا 2 وبيتا 1؟ كان عندنا ايزوبريدرين، كان عندنا طبعا ادرينالين مش كده؟ لكن النور غالبا شغله ما كانش له علاقه بالبيتا 2، نور ادرينالين اقصد،
وبعدين كان عندنا ادويه ثانيه زي الدوبامين والدوبامين بقى اللي شغلها دي وبيتا وكلام ملوش علاقه برضه بالبيتا دي. طيب تعالوا نقيم كده الادرينالين في البرونك الازمه. الادرينالين في البرونك الازمه بيتاخد انهاليشن ممكن يتاخد سابيوتينس كويس؟ وبالطرق دي بيشتغل بسرعه فينفعني في الاكيوت اتاكس وبرونك الازمه، لكن كان شورت ديوريشن عشان بيحصل له ابتيك وميتابوليزم بالكومت والماء فما كانش ينفعني في الوقايه. الميزه بتاعت الادرينالين ايه؟ يعني ايه الهدف من اعطاء الادرينالين في البرونك الازمه؟ شغل البيتا 2 مش كده؟ فيعالج الاكيوت اتاكس يبقى برونكو دايليتور، وفي نفس الوقت هو بيشغل الفا 1 في الميوكس ممبرين هنا. فكان بيعمل حاجه اسمها دي كونجشن لو فاكرين، يقلل شويه الاحتقان هنا. يبقى دي الميزه اللي فيه. بس للاسف بقى مليانه عيوب. اشتغل على البيتا 1 فعمل تاكيكارديا واريثميا وبالبيتيشنز وانجينا بين وكل القصه بتاعت الكارديك ستيميليشن. وشغل الفا 1 في كل الجسم فممكن يعلي الضغط. يبقى مش مفضل استخدام الادرينالين في البرونكيتس. تعالى الايزوبرينالين اللي كان بيشتغل على بيتا كلها مش كده؟ الميزه اللي فيه بيتا 2 ستيميليشن بنفس القصه، لكن العيب اللي فيه بيتا 1 ستيميليشن، دخلنا في تاكيكارديا واريثميا وانجينا وكل الكلام. وخلي بالكم ده كان من اكثر الادويه اللي بتعمل تاكيكارديا. لانه بيعملها بطريقتين، يشغل البيتا 1 مباشره، ولما يشغل البيتا 2 ويوقف الضغط يعمل ريفلكس. فكان مزعج قوي في الناس اللي عندهم كاردياك ديزيزز سواء اريثميا او انجينا او كان برضه بيتاخد لو فاكرين انهاليشن، فكان ينفعني في الاكيوت اتاك ما ينفعش في الوقايه عشان برضه شورت ديوريشن بيكسر الكومت والماء. تاني الدواء كان موجود في الاوترامك ليه علاقه بالازمه كان الافيدرين. فاكرين مش كده؟ الافيدرين ده كان سيمباث مايميتك وكان نان كاتيكولامين، فينفع يتاخد اورال يبقى هينفعني في الوقايه مش في الاكيوت اتاك، لان دايما اي دواء اورال يبقى ديلي اونست. الميزه اللي فيه زي الادرينالين شغل البيتا 2 وشغل الالفا 1 فيعمل برونكو دايلاتيشن ودي كونجشن، بس العيب بتاعه زي الادرينالين تاكيكارديا واريثميا وبربيتيشن وانجينا وهايبر تنشن. واوعى تنسى ان كان سي ان اس ستيمولنت، فكان بيجيب انسوميا ما اقدرش اخده متاخر، يسهرني ما يخليش العيان ينام. الافيدرين في البرونك لازم ما عادش من الحاجات المهمه قوي. صحيح في كتب الكبيره برضه بتاعت الفارما لسه جايبه سيرته، لكن عرفنا القيمه بتاعته ان هو بروفيلاكتيك، وعيوبه بقى مشاكل سي ان اس ستيميليشن وغيره. امال مين بقى كان احسن من المجموعه اللي فاتت دي كلها؟ المجموعه اللي اسمها سيلكتيف بيتا 2 اجونست. كان عندنا منهم نوعين على حسب الديوريشن بتاعتهم، كان في شورت اكتنج بيتا اجونست بنسميهم السابع ولونج اكتنج بيتا اجونست اللي هم الجمال. الميزه اللي فيهم سيلكتيفيتي على البيتا 2، يبقى عملنا زياده في السايكليك ام بي بكل المزايا اللي فيه. طريقه يعني الادمنستريشن بتاعهم خلي بالكم منها عشان العملي، لان بنتسال في ادويه الازمه بيتاخد ازاي. السابع في عندنا دوائين، دواء اسمه السالبيوتامول. خلي بالكم هو ليه اسم علمي تاني بيستخدموه الجماعه الامريكان، اسمه الالبيوترول. مش مكتوب هنا، ما اعتقدش انه مكتوب في العملي، لكن كان موجود. انا ما شفتش بقى نسخه الاسئله السنه دي، لكن كتاب الاسئله لحد السنه اللي فاتت كان يجي سؤال على الالبيوترول، وده مش موجود عندنا في المنهج. فيعني يعرفوه بقى بالمره، هو السالبيوترول. وعندنا دواء تاني اسمه التربيوترين، والاثنين بيتاخدوا باي انهاليشن. هيشتغلوا بسرعه بس مش هيطولوا. ينفعوا في انهي عيان؟ اول ما خدهم بخاخه كده العيان يفك عنده سبازم. يبقى بيتاخدوا في الاكيوت اتاك يسموه ازمه ريليفر، يفك الاتاك بتاعت البرونكيا الازمه. المجموعه الثانيه اللي بنسميها اللابا بقى اللي هي لونج اكتنج، افتكروا دواء اسمه سالبترول. سالبترول وفورموترول الاثنين بيتاخدوا باي انهاليشن، هيطولوا شويه عشان هما بيتخزنوا شويه بنسبه سولوبيليتي عاليه، فيطولوا يبقى يتاخد فور بروفيلاكتيك تريتمنت، فيسمى باللونج تيرم بروفيلاكسيس. دواء اسمه البام بيوترول، مره دي عليه سؤال في الام سي كيو كده على الروت ادمنستريشن بتاعه. هو ده اللي بيتاخد اور، يعني لو اخدت بالكم هو السالبيتامول والتيربيوترين بيتاخدوا ليل والانهاليشن، لكن في منهم راس بيتاخد اور. السالبيترول بيتاخد انهاليشن وزيه الفورميترول. البابيترول بيتاخد اورال بس. يعني معلومه مش مهمه ولكن هي بس عشان ايه؟ يعني
يعني اتقرصنا منها مره قبل كده، فدايما الواحد بيفتكر الحاجات اللي المجموعه دي هتنفعني في الوقايه. نفس الميكانيزم اوف اكشن بس الفكره هي اللونج ديوريشن شويه. تعالى بقى نشوف كده عيوبهم ايه. في طريقه طبعا بلدي شويه في حفظ العيوب بتاعه البيتا 2 اجونست اللي هي مش عارف اظن 4 تي و2 اتش. التي الاولانيه هي التاكي كارديا، طبعا يعني بغض النظر دي الاهم يعني، بس التاكي كارديا دي ايه تفسيرها؟ ايه تفسير ان هو سيلكتف عن بيتا 2 يزود الهارت ريت؟ غالبا ريفلكس ان هو شغل البيتا 2 في البلاد فيسلز فعمل فازو دايلتيشن هاي بوتنشال ريفلكس. لكن في تفسير تاني مفيش ابسوليوت سيلكتيفيتي مش كده؟ يبقى انا لو اديت الدواء ده جرعات متكرره كانه فقد السلكتيفيتي، ما عادش بس بيشغل بيتا 2 بيشغل كمان دايركتلي البيتا 1. عشان كده الادويه دي بقى في الاكيوت اتاك ان شاء الله في العملي بتتاخد 1 اور 2 بافس. يعني بخه لو ما تحسنش العيان يبقى واحده كمان، ما تحسنش العيان مش هنهدي تاني. لان انا خايف من الهاي بوتنشال الجامد وريفلكس تاكيكارديا او تاكيكارديا على العيان. دي بعد كده بنسميها التريمورز سكيليتال ماسل تريمورز. كلكم عارفين البيتا 2 لما بشغلها على سكيليتال ماسل بتعمل نوع من الكونتراكشنز البسيطه كده يسموها تريمورز، ودي ملحوظه قوي. يجي لك العيان يقول لك انا من ساعه ما اخدت البخاخه ايدي بتترعش. دي من الحاجات الكومن قوي في عيوب البيتا 2 اجونست. العيب الثالث هو اللي هي مش بالتي، هو قبل كلمه صغيره كده بس احنا يعني ما بنفضلش عشان تبقى بالتي، حاجه اسمها نيرفس تنشن. نيرفس تنشن يعني نيرفسنس، يعني العيان اللي بياخد البيتا 2 ده بيبقى شويه عصبي شويه متوتر شويه. تفسيرها ايه؟ الادويه دي كلها ار نون كاتيكولامينز، يعني بيعدوا الغدد بارير فيعملوا نوع من السي ان اس ستيميليشن مش بالبيتا 2 غالبا بقدر ما هو بالبيتا 1. اللي بينشط السي ان اس هو البيتا 1 مش كده؟ فعشان كده برضه مرتبطه شويه بالجرعات. التي الاخيره بقى بما ان انتوا اخدتوا جنرال فانتوا اللي هتفسروها لي، بيحصل تولرنس. يعني العيان يقول لك انا كنت زمان اخد البخاخه ما يجيليش ازمه، او اخد البخاخه الازمه تفك على طول. دلوقتي باخدها بنفس الجرعه والازمه بتجيلي ما بتتحسنش. يبقى ده يساوي تولرنس على طول، مش كده؟ فيلير تو اوبتين ذا نورمال ريسبونس باي ذا نورمال دوز او ذا يوجوال دوز. سببها ايه؟ اجونست. اجونست دول مش كده اسمهم كده؟ بيتا 2 اجونست. يبقى لما اعرض الريسبتور لاجونست يحصل داون ريجوليشن، صح؟ كل ما زودت الجرعات كل ما الريسبتور استخبت منك، فدخلنا في دايره مغلقه. كان حلها ايه زمان؟ نوقف، صح؟ نوقف وبعدين نرجع الريسبتورز تاني يطلعوا ودي الدواء يشتغل. دلوقتي لقوا حاجه افيد من كده بكتير قوي، صح؟ لقوا ان انا لو حطيت بالذات بقى مع اللاب اللي هم بتوع الفلاكسس، لو حطيت معاهم كورتيكوستيرويد بيقال ان هو بيعمل نوع من الاب ريجوليشن او على الاقل بيمنع الداون ريجوليشن اوف ذا بيتا 2 ريسبتورز. فبقت حاجه مشهوره قوي ان انا احط كورتيكوستيرويد في نفس البخاخه حتى مع اللونج اكتنج بيتا اجونست. ايه الاتش بقى والاتش؟ هايبو هايبو مش كده؟ هايبو كاليميا مفهومه. البيتا 2 بتوع السكيلتال ماسل بيسحبوا بوتاسيوم من الدم يبقى هيحصل هايبوكاليميا، ودي طبعا مشاكلها كلكم عارفينها بقى من الدايريتكس اهمها الاريثميا. الاتش الثاني لو حبيت تزودها هي الهايبوتنشن. لا بيوسعوا الشرايين فبيعملوا هايبوتنسيف افكت. على حسب ما انا فاكر بقى كتاب القسم كان كاتب نمره 6 كلام كتير قوي. اللعبه ممكن تزود الريسك اوف ازما ريليتد ديث لو استعملناهم لوحدهم في العيان اللي عنده اسكيميا او اريثميا. وعايز يقول لي ايه؟ لما كنت بستعمل اللعبه لوحدها مع الوقت كنت بضطر ادي جرعات كبيره مش كده؟ فكان العيان بيحصل عنده هاي بوتنشن جامد ويحصل عنده تاكيكارديا غالبا بتبقى ريفلكس اكشن او لوس اوف سيلكتيفيتي. يبقى هو لو عنده اريثميا او عنده انجينا اللي هي المقصود بيها اسكيميا دي هيموت. فلقوا ان استخدام اللعبه لوحدهم زاد معاهم معدل الوفيات في الناس دول. فبداوا يعملوا ايه بقى؟ يحطوا معاهم كورتيكوستيرويد. صلحوا المشاكل بقى او رجعوا مشكله الاحصائيات اللي كان فيها زياده في الوفيات دي. خلصت كده بقى من المجموعه اللي اسمها البيتا 2 اجونست
مجموعه الميثايلز انثينز، سمعنا كده كلمه عنها في الهارت فيلر، سمعنا نص كلمه في الدايوريتكس صح؟ كلمه دايوريتك اكشن ميثايلز انثينز. كلمهم غالبا بري او اكسترا رينال، زودوا كارديك اوتبوت ووسعوا رينال بلاد فيسلز، ويقال ان لهم كمان رينال اكشن، يعني بيمنعوا شويه الصوديوم ريابسوربشن من البروكسيمال كونفوليوتد تيوب. هنسمع كل حاجه عنهم ان شاء الله في السي ان اس، الموضوع ده اساسا تبع سي ان اس ستيمولانتس، بس الحقيقه بما ان احنا يعني عندنا وقت ان شاء الله ومحدش ضامن بقى في دراسه اصلا في الترم الثاني ولا لا ولا موجودين ولا مش موجودين. هقول لكم بس كده بشكل سريع قوي مجموعه دي كده على بعضها، طبعا في حاجات مأجله لكن بشكل يعني سريع كده. مجموعه الميثايلز الثينز دي هي فيها الحقيقه الادويه او المركبات الاتيه، فيها الكافيين. وده اساسا شغله على سي ان اس، يعني ده هيؤجل بقى ان هو المين اكشن بتاعه سي ان اس ستيميوليشن. وعندنا بقى حاجات زي الثيو برومين ما يهمناش خالص، لكن الاهم بالنسبه لي الثيو فيلم. في ناس عندنا من الناس الشيك قوي في الاسم بيسموه ثيو فيلم، اول مره سمعناها منهم مش عارفين بيتكلموا عليه، بس هو يعني اسم شيك يعني بتاع احنا متعودين نقوله ثيو فيلم وبتاخد راحتك. في عندنا بسرعه، يعمل مشاكل جامده قوي يسموها الفيلوسيتي رياكشن.
يعني وقت الضغط قوي، يعمل اريثميا جامده قوي عشان يتحقن بسرعه. يبقى خلي بالك، وطبعا كل الانتراجينس بيجيله سلوي، لكن ده من الامثله المرعبه قوي. لو اديت الامبوله بتاعته، على فكره امبوله كبيره كده 10 سم، تقعد تديها للعيان، المفروض تقعد تديها له على الاقل خلال 10 دقائق ربع ساعه اكتر لو انت ضميرك صاحي. لو انت استعجلت فيه العيان ممكن يموت منك من الهايبوتنشن والريفلكس والكارديك ستيميليشن العالي ده. الطريقه الثانيه بتاعت الامايل فيلم بيتاخد على شكل ريكتال سابوزيتوري. انا عايز اقول لكم قاعده ان الادويه دي ار اريتنت. مجموعه الميثايلزانتينز دي تعمل اريتيشن في اي مكان تتاخد فيه. يعني لو اخدتها اورا هتبص تلاقيها تعمل دات ابسيت، تعمل انوريكسيا، نوزيا، فوميتنج، تزود الحمل شويه، ممنوعه تماما طبعا في الناس اللي عندهم السر. لو اتاخدت ريكتال الامايلوفيلم ده، لو اتاخد على شكل سابوزيتوري يعمل حاجه اسمها بروكتيتس انفلاميشن في الميوكوزا بتاعت الريكتال. لو اتاخدوا انتروفينس يعملوا ثرومبوفليبايتس، يعملوا التهاب كده وضغط في الاورده السوبرفيشال فينز دي، ما هياش خطر هي بس بتوجع شويه لكن ما فيهاش مشاكل يعني. يبقى افتكر دايما عيوب منهم او جزء من عيوب الاريتيشن بتاعهم العالي. لو بنتكلم على ديستريبيوشن، انا قلت لكم ان دول هناخدهم الترم الثاني في السي ان اس، يبقى اكيد بيعدوا البلد برين بارير ويعملوا سي ان اس ستيميوليشن. اشهرهم الحقيقه على سي ان اس الكافيين، لكن ممكن الثي والامايلو يعملوا سي ان اس ستيميوليشن. وهنسمع دلوقتي بقى الستيميوليشن ده لو حاجه بسيطه كده يبقى شويه، طبعا القهوه يعني اللي فيكم بيحب القهوه، شويه مود اليفيشن كده في الاول بعد الفنجان كده شويه صغيرين كده. وبعدين ممكن جرعات اكبر، دخلنا في انسوميا، دخلنا في تريمورز، دخلنا في نيرفسنس وايرتابيلتي، جرعات عاليه قوي او مستوى عالي قوي في البلازما، دخلنا في سيجرز تشنجات مش القهوه. الامان الفيلم والثيوفيلم والسيجرز او التشنجات دي علامه سيئه جدا في التسمم. هنسمع ان شاء الله انها بتحصل لو الليفل بتاع الدواء في البلازما زاد عن 40 مايكرو جرام لكل ملي ليتر، او لكل ليتر في الكتاب اخر 40 مللي جرام لكل لتر او مايكرو جرام لكل مللي لتر. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع البلد برين بارير، بيعدوا البلاسينتا بارير ما فيهمش مشكله. الجزء بتاع الفيك بقى هم غالبا بيتكسروا بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز، بيتحولوا الى ميثايل مسموم ميثايل زنتين مش مشكله، بيتحولوا لمركب اسمه ميثايل يوريك اسيد بينزل في اليورين. ونيجي بقى للسؤال المشهور بتاع الشفوي او غيره، يعني هو العيان اللي عنده جاوت يبقى عنده زياده في ايه؟ يوريك اسيد مش كده؟ وممنوع عنده ادويه كتيره وممنوع عنه اكل كتير جدا جدا بيعلي يوريك اسيد. السؤال بقى، هل القهوه والشاي والكولا والكاكاو مش عارف ده وده ممنوعين في الناس اللي عندهم جاوت؟ ليه؟ عشان الدواء بيدي ميثايل يوريك اسيد، والميزه بتاعت ميثايل يوريك اسيد انه سوليبل نيرن، يعني لا هيترسب في المفاصل ولا هيترسب في اليورين ويعمل مشكله النفروباثي بتاعت الجاوت، فمسموح بيه. خلي بالكم من الدواء ده انتربلايز باي هيباتيك هيدروزومال انزيمز، عشان نرجع لها تاني ان شاء الله بعد شويه، حتى لو مش موجوده دلوقتي في الكتاب نتفق عليها ان شاء الله في الدراج انتراكشن. اخر حاجه بس عايز اقولها في الكاينتكس، الكتاب مركز عليها قوي الثيوفيلم والامايلوفيلم من هما هي بتاعت الحته بتاعت الشاي وكده موجوده في. لا بصوا، هو في تقريبا سيفي بيعمل عروض وده مش موجود هنا. وبعدين؟ لا هو مش وبعدين، هو احنا مش مطالبين بيه غير لما ناخده ان شاء الله في الترم الثاني. انا بس عشان العاده السيئه دي، لان ما بعرفش الموضوع يعني ناقص او حته ونسيب حته يعني. فاللي مطالبين بيه اللي في الكتاب. اللي غير اللي في الكتاب هيبقى موجود في سي ان اس ان شاء الله، وفي الجزء بتاع الجاوت وغيره، لا ان شاء الله في الترم الثاني يعني مش هنسيب فيه دلوقتي. لو حبيتوا يعني نسمعه كده وخلاص، لكن مش يعني مش محل اسئله ان شاء الله خلاص. بس اللي عايز اقوله بقى ده موجود هنا، ان الدواء ده المفروض ان الثيرابيوتيك ليفل بتاعه من 5 الى 20 مللي جرام لكل لتر، او مايكرو جرام لكل مللي لتر لو قسمنا على 1000 يعني، ده الثيرابيوتيك ليفل بتاعه. توكسيك ليفل اكثر من 20. يبقى ايه رايكم في الدواء ده؟ فيري لو ثيرابيوتيك اندكس، او نقول عليها بقى يعني نارو سيفتي مارجن، فرق بين الثيرابيوتيك ليفل والتوكسيك ليفل قليل قوي. زي ايه كده؟
قريب كده عدى علينا مليون ثالث مش كده؟ وقلنا القاعده مهمه قوي، طالما الدواء ده من افيل ليها لو ثيرابيتك اندكس احسن حاجه تعملها في فولو اب العيان انك تقيس البلازما ليفل. لو لقيته في الحدود الثيرابيتك ماشي، لقيته توكسيك دور بقى على السبب. لو اعلى من 20 بقى توكسيك ويقال ان الاعلى من 40 ده اللي هيموت بقى انه بيعمل اريثميا ويعمل سيجرز. يعني الليفل بتاع فوق 40 مللي جرام ده في اللتر يعمل تشنجات ويعمل اريثميا جامده وقد يؤدي الى ديث. ده بالنسبه للجزء بتاع الفارماكوكاينتكس ميكانيزم اوف اكشن موجود في الكتاب بشكل كويس قوي الحقيقه في الجزء ده. هو بيشتغل يعني يمكن طريقتين مهمين قوي. الطريقه الاهم بالنسبه لي بيعمل انهبيشن للفوسفولايستيز. وافتكر ان هو بيعمل انهبيشن لتايب 4 فيزود السايكليك اي ام بي. كتاب القسم اظن كاتب بيزود السايكليك جي ام بي يعني معرفش الحقيقه بيقولها ولا لا بس الاساسي شغله هو سايكليك اي ام بي. الجي ام بي ده بيعمل احيانا مشاكل ممكن يعمل برونكوسبازم وغيره لكن هو زود السايكليك اي ام بي وبالتالي عمل برونكو دايليتيشن وستابيليتي اوف ذا ماست سيل وقلل السكريشنز وزود الميوكوسيلياري اكتيفيتي. النقطه نمره 2 في عندنا ريسبتور مش هيعدي علينا الحقيقه في المنهج خالص وكان المفروض يتشرح مع الاوتوكويدز بس اتلغى حاجه اسمها الادينوزين ريسبتورز. في عندنا حاجه من الاوتوكويدز او الدورينز بالتحديد اسمها الادينوزين. ده ليه مجموعه كبيره قوي من الريسبتورز من ضمنها ريسبتورز موجوده على البرونكيال سموث ماسل. لما بيشتغل الادينوزين على الريسبتورز ده بيعمل برونكوسبازم وبيطلع هيستامين من الماسل سيلز. فانا بدي المجموعه دي من الادويه بتعمل بلوك اوف ادينوزين ريسبتورز. يبقى انا عملت العكس، عملت برونكو دايليتور اكشن وقللت الريليز اوف هيستامين فروم ذا ماسل سيلز. انتوا اخدتوا بالكم ان الهيستامين ملوش قيمه تقريبا مش كده؟ يعني لما اتكلمنا عن الانتي هيستامينكس بروتوكويدز قلنا مش مهمين قوي في برونكال ازمه لان الهيستامين مش هو المشكله. عندي اذر ميديتورز اهم بكتير زي الباف والليكوترايز وغيره. الميكانيزم الثالث الحقيقه مش معروف قوي ازاي بيعملها، هو بيحسن الكونتراكشنز اوف دايفرام ودي بتزود الاير انتري يعني بتخلي عمليه الدخول الهواء في الانسبيريشن اسهل شويه. في كلام مش مؤكد قوي ان هو بيريليز ادرينالين فروم ذا ادرينال ميدلا. في ناس بتقول ان مجموعه الميثايلزانثينز دي قد يكون عن طريق الادينوزين ريسبتورز لما بيقفلها بيطلع ادرينالين كتير وانتوا عارفين بقى الادرينالين كمان ليه برونكو دايركتور اكشن كويس. اخر ميكانيزم بقى حاجه برده من الحاجات الجديده ان ليه انتي انفلاماتوري اكشن ضعيف. الادويه دي بتمنع الى حد ما المايجريشن بتاع الانفلاماتوري سيلز وخروج الانفلاماتوري ميديتورز زي السايتوكاينز او غيره. يعني قد تكون معلومه يعني مش مؤكده قوي لكن موجوده في كتب البطنه والفارما يعني. يبقى ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن. كلينيكال يوز اوف ميثايلزانثينز احنا تصورنا شكل العيان عنده برونكيا الازمه ده يعني ممكن يجي لنا في كام حال؟ حالتين على الاقل مش كده؟ حاله اسمها اكيوت اتاك وحاله اسمها ان بتوين اتاكس مش كده؟ يعني ما عندوش دلوقتي برونكيا الازمه والراجل جاي زي الفل. طيب في الاكيوت اتاك عشان برضه العامل ان شاء الله نستفيد بسرعه كده. في الاكيوت اتاك الدراج اوف تشويس ايه؟ سالبيتامول او تلبيتامول كويس؟ بيتاخدوا ازاي في الاكيوت اتاك؟ انهاليشن الجرعه لا مش لازم الارقام 1 او 2 بافس صح؟ ليه مش اكتر؟ عشان خايف ان يحصل هايبوتنشن جامد وريفلكس تاكيكارديا ودايركت تاكيكارديا وفقدنا السلكتيفيتي. طيب لو العيان ما اتحسنش بقى في منهجنا بدي العيان امينوفيل. يعني لو جاي الاكيوت اتاك وجربت معاه جرعتين من السلبيتامول والازمه ما فكتش يبقى هياخد امينوفيرلين فيري فيري سلولي انترابيز. هنحفظ الجرعه ان شاء الله بقى لما مطلوبه في العملي من 250 ل 500 مللي جرام. المعلومه دي على فكره بتتشال وتتحط في المنهج بتاعنا على حسب الظروف يعني. يعني قعدنا كتير قوي نقولها وبعدين قالوا لنا لا ده الامينوفيرلين خطر قوي عشان الامينوفيلين لو اتحقن بسرعه بيعمل فيلوست ريأكشن يوطي الضغط واريزميا وانجينا ويوقف في القلب ويموت فشيلوها فشلناها. وبعدين جه بعد كده ناس قالت لا هم بيدوه فعلا احيانا بس لازم يكون في بريكوشنز وببطء وخلي بالك من الضغط اعتقد يعني في العملي ما اعرفش الحقيقه السنه دي ما بصيتش لسه على الكتاب العملي بس اعتقد انها موجوده. احنا لو فشلنا في كنترول الاكيوت اتاك بندي امينوفيلين. طب ان بتوين اتاكس قد ايه؟
الديثيوفيليوم ازاي بيتاخد ده؟ اورال سستين ريليز بريبريشن، وهنحدد الاسئله بتاعت سستين. في ناس بتدي الامالوفيلين ريكتال، لكن اعتقد اللي علينا في العمل هو الثيوفيلين سستين ريليز بريبريشن. في حاله ثالثه بقى ان شاء الله هتاخدوها في العملي اسمها سيفير اكيوت ازمة، او يسموها لايف ثريتنينج ازمة، او يسموها اسم قديم شويه بس الحقيقه اسم ده بنستخدمه كتير، اسمها ستيتس ازمة بيكاس. عيان عنده برونكيال ازمة، اخذ الادويه اللي انت سمعتها دي، اخذ سلبيتامول مره واثنين ما فكتش، اخذ حقنه امالوفيلين الازمة موجوده، يبقى ده يروح المستشفى بقى ان شاء الله بياخد كتير قوي حاجات كتير قوي من ضمنها الامالوفيلين، بس هيتاخد اي في انفيوجن. الاستعمالات اللي موجوده عندنا هي احنا قلناها طبعا. في اذر يوز بقى موجهه ان شاء الله للترم الثاني، مش عارف نقدر نقول عيوبه بقى ولا لا. عيوب الميثايل زانثينز الامالوفيلين والثيوفيلين، ما ننساش ان معاهم جمله كده تاريخيه من الادويه اللي ليها لو ثيرابيوتيك ادفيس. يعملوا ايه بقى؟ هيشتغلوا على الكارديو فاسكولار وعلى الجي اي تي وعلى سي ان اس وحاجات بقى لوكال اريتيشن ثرومبوفلبايتس والكلام الفارغ ده. على الكارديو فاسكولار هيعملوا ايه؟ على الهارت يزودوا كل حاجه في القلب، يبقى عملوا تاكيكارديا واريثميا وانجينا ويزودوا الكارديو كورك. يبقى من المهم في اني عيان نظريا يعني اريثميا وانجينا صح؟ طيب جم على البلاد فيسلز وسعوها، يبقى هيعملوا هاي بوتنشن، يبقى ممنوع في الناس اللي ضغطهم قليل مثلا. تعالى شغلهم على السي ان اس، عملوا سي ان اس ستيميليشن، بدانا شويه تريمرز وانكزايتي ومش عارف ايه لحد ما وصلنا لسيجرز كونفنجنز وبعدين وراها كوما اند ديث. على الجي اي تي بما انهم ايريتنت يبقى انوريكسيا ونوزيا وفوميتنج وهايبر اسيدتي، عشان كده ممنوعين في البيبتيك انسر. طبعا لو اتحقنوا بقى يبقى ثرومبوفلبايتس، لو على الريكتم يبقى بروكتايتس. انا عارف انها مش مكتوبه هنا والله، بس يعني خلاص احنا يعني جايه من الاكشنز مش غريبه قوي يعني. السايكل ام دي الحاجات اللي بتنشط البروتون بامب بتاعت الستوك، يعني في ناس بتقول ان ده لوكال اريتيشن من الماده الكيميائيه نفسها بتعمل اريتيشن للمعده، لكن هي الحاجه الاصح ان هم بيزودوا سايكليك ام دي فبينشطوا حاجه اسمها البروتون بامب اللي هي الهايدروجين بوتاسيوم اي تي بيز بتاع الاتش سي ال. المجموعه بتاعت الميثايل الانتي ماسكرينيك دراجز اخر مجموعه بقى في البرونكو دايريتورز، ما اعتقدش ان احنا هنعرف فيها حاجه اكتر من احنا عرفناها. عرفنا الاسامي وعرفنا الميكانيزم وعرفنا المزايا بالنسبه لمجموعه او للدواء اللي كان موجود زمان اللي هو الاتروبين. كتاب بس القسم كاتب امتى هستعملهم اللي هي الكلينيكال يوزز. زي ما قلت لكم هيفرقوا في العيان على حسب الفيجال تون عالي يبقى هيجيبوا نتيجه كويسه، او ما عندوش فيجال تون عالي مش هيشتغلوا كويس. يا اما بديهم بديل البيتا اجونست مكتوب عندنا في الكتاب كده used in patients intolerant to inhaled beta agonist. يعني ايه كلمه intolerant؟ يعني انا مش مستحملهم بالبلدي كده، البيتا 2 بتعمل لي تريموز جامده، او البيتا 2 بتعمل لي تاكيكارديا جامده، او البيتا 2 عملت لي مشكله عصبيه وتوتر ساعتها استعمل المجموعه دي. يا اما يكونوا بيتاخدوا مع البيتا 2 اجونست عشان صح سموني بقى سينرجيز، كل واحد شغال بطريقه مختلفه والاثنين يقووا شغل بعض. يا اما اديهم لو سبب البرونكو سبازم زي ما قلنا من شويه بيتا بلوكرز، عيان ازماتيك واخد نون سيلكتيف بيتا بلوكر قفلت له البيتا 2، الحل بقى ان انا اقفل له ماسكرينج بالدواء. في مرض تسمعوه ان شاء الله في الباثولوجي وفي البطن بقى اسمه سي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز، الانفيزيما بقى والكلام ده، بيدوا ساعات برونكو دايليتور زي المجموعه بتاعت الايبراتور. وعرفنا مزاياه بالنسبه للاتروبين. اخر مجموعه بقى مجموعه الكورتيكوستيرويدز، برضه الكلام اللي فيها هنا مش هو كل الكورتيكوستيرويدز، ده ما يخص البرونكيال ازمه. مش او انا باخد بقى بسورس وكيمياء وكاينتكس والكلام ده، ازاي بيشتغلوا في البرونكيال ازمه؟ المين يوز او المين ايم اوف تريتمنت از انتي انفلامتوري، مش هيعملوا برونكو دايليتيشن تقريبا، وبالتالي دورهم كله على مستوى الوقايه. طريقة شغلهم احنا عرفنا حاجة مهمة قوي، انهبيشن الفوسفولايبيز اي 2 فقلل لنا تكوين اراكيدونيك اسيد بروستاجلاندنز واهم حاجة الليكوترينز. ما ننساش ان هم ليهم نيورو سبريسيف اكشن،
لو انتم فاكرين من ايام الفسيولوجي او البايو بيقللوا الانتي بودي فورميشن والانتيجن انتي بودي رياكشن. بيقللوا خروج السيتوكاينز من الانفلاماتوري سيلز من الحاجات المهمه قوي في شغلهم. وحاجه قبلها من شويه بقى مفيده جدا لو انا باخد بيتا 2 اجونست ان هم هيمنعوا ان يحصل داون ريجوليشن فمش هيحصل تولرنس مع البيتا 2 اجونست. ده بالنسبه للجزء بتاع الميكانيزم اوف اكشن. طب ومكتوب كمان مع البيتا 2 اجونست لما بيمنعوا الازمه الازمه ريليتد ديث مع اه هي الفكره ايه بقى تشيلي؟ وانا لما كنت بدي البيتا 2 اجونست لوحدهم كان بيحصل داون ريجوليشن وتولرنس مش كده؟ مع الوقت كنت بضطر ازود جرعات. فلما زودنا الجرعات لقينا بيحصل نسبه وفاه عاليه. سببها غالبا ان العيان ده عنده مع الازمه يا اما اسكيميك هارت انجينا يا اما اريثميا. فلما بدانا نمد الجرعات الكبيره دي بدا يحصل كارديك ورك عالي فموت العيان بتاع الاسكيميا او حصل اريثميا جامده العيان مات. لما اديناهم مع الكورتيكوستيرويدز مش محتاج ادي جرعات كبيره. لان الكورتيكوستيرويد منع داون ريجوليشن والتولرنس. فعشان كده لقوا نسبه الوفيات قلت. ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن دورهم في البرونكيال ازمه. ايه رايك في الاكيوت اتاك؟ لا لان في الاكيوت اتاك محتاج برونكو دايركتور يبقى هم دورهم وقائي مش كده؟ لونج تيرم بروفلاكسس. حاجه ثانيه مهمه قوي الحقيقه ان انا ممكن اديهم او هم مش ممكن اديهم ده هم احسن ادويه في الستيتس ازماتيك اللي سميناها من شويه لايف ثريتنينج او اكيوت سيفير ازمه. في الجزء بتاع البروفلاكسس انا عندي اختيارين الحقيقه. يديهم اورا يديهم انهاليشن. احنا لسه ما اخدناهمش في الاندوكراين بس هقول لك ان لما بيتاخدوا اورا لما بيتاخدوا سيستميك بيعملوا اعراض جانبيه كتيره جدا. اولا بيهبطوا الهايبوثلاميك بتويتري ادرينو كورتيكال اكسس بتاعك. يعني عارفين نيجاتيف فيدباك بتاع الكورتيكوستيرويدز يعني انت دلوقتي معتمد على انهي ستيرويد في جسمك بتاخده من بره صح؟ اللي من جوه مع الوقت بيقف عشان كده ممنوع نعمل سادن ويدرو دخلني في اكيوت ادسونيال انسفشنسي. كلكم فاكرين اكيد ان الستيرويدز دول ار كاتابوليك كسروا بروتينز. عد بقى كسر البروتين ده هياثر على نمو الاطفال هيعمل حاجه اسمها اوستيوبروزس هيعمل ديليج وند هيلينج مش كده؟ كل مشاكل البروتين كاتابوليزم هيكسروا فاتس وهيعملوا حاجه اسمها ريديستريبيوشن فاكرين شكل الكوشنج ده الفاتس في الوش المون فيس ولا بافر ارم والترنك ويستنج في الاطراف كسروا جلايكوجين ده جلوكوز عالي ممكن يعمل لي سكر يعمل هايبر جلاسيميا يعملوا نقص في المناعه يعملوا سبريسيف افكت مش كده؟ كل الحاجات بقى دي ان شاء الله تحصل لو انا اديتهم سيستميك يبقى يفضل ما تدوقش سيستميك اديهم عن طريق انهاليشن يبقى شغلهم فيري فيري لوكالايزد. اللي عايزين نحفظه بقى ان شاء الله كده في الانهاليشن يعني يا ريت نحفظ اسم او اثنين كده من الاسامي في عندنا اللي هو اسمه بيكروميثازون اشهر واحد يمكن في الاسئله بتاعتنا وفي عندنا ده اسمه فلوتيكازون وبيوديزونايد كلهم عباره عن انهيل كورتيكوستيرويدز بيسموهم على فكره في الطب يعني الاي سي اس اختصار مشهور قوي انهيل كورتيكوستيرويدز. دي على فكره من الانجازات المهمه قوي في علاج البرونكيال ازمه لانهم اشتغلوا كويس قوي كانتي انفلاماتوري من غير ما يعملوا مشاكل سيستميك زي ما كنا بناخدهم اورال او انترامينس. هنسمع عيوبهم ان شاء الله الصفحه الجايه امتى ادي سيستميك ستيرويد بقى؟ في السيفير اكيوت ازمه بندي يا اما اورال بريدنيزولون لكن الافضل بندي انترا فينس تلاقي في عندك اسمين دواء اسمه ميثايل بريدنيزولون ودواء اسمه الصوديوم او الهيدروكورتيزون صوديوم ساكسينيت. دول بيتاخدوا انترا فينس في الستيتس هم دول اساس علاج الستيتس طبعا معاهم ادويه ثانيه ان شاء الله في العمل اللي بنسمعها. خلي بالنا بقى في العيان اللي بياخد الحقن بتاعت الكورتيزون في الستيتس ده هو اخد جرعه كبيره فعملت له سبريشن على الاكسس بتاعه. فلو انا بطلت الاسترويدز فجاه يعني حقنته وسبته العيان ده هيدخل في اكيوت اديسونيال انسفشنسي. فعشان كده بعد حقن الاسترويد ده بنقعد فتره ندي اورال استرويد. فاهمين الفكره؟ يعني انا اديت جرعه كورتيزون كبيره قوي انترا فينس العيان خف من الستيتس. لو انا ما اديتوش كورتيزون تاني هو لسه الاكس بتاعه مش شغال فيدخل مننا في اكيوت اديسونيال انسفشنسي. فلازم بعد الحقن دي
اكمل باورال بريدنيزون او بريدنيزون واعمل فيها ايه بقى الانفراز دي لما اجي اوقفها جرادوال ويثرول. فهمنا القصه بقى؟ يبقى ده فكره السيستميك. طبعا الاقراص بقى بتاعت الكورتيزون بتاعت زمان دي اللي هي البريدنيزون والبريدنيزولون كانت بالنسبه لي اخر حل في برونكيال ازمه. يعني عندي سيفير ريزيستنت ازمه جربت معاها ادويه كتير قوي مفيش حاجه جايبه نتيجه فبضطر ادي سيستميك ستيرويد. ده بالنسبه لدورهم في البرونكيال ازمه. هو لو هي مش اكيوت اتاك هي اكيوت سيفير يعني اللي هي جربنا مع عسل بيتامول قرعتين ما نفعش فاديناها مايلو فيلم في الوريد ببطء ما نفعش يبقى ده اسمه ستيتس بقى او اكيوت سيفير. ده هيروح المستشفى هياخد هيدروكورتيزون في الوريد او ميثايل كورتيزون في الوريد بياخد ادويه ثانيه كتير بقى بياخد امايلو فيلم انفيوجن بياخد مهدئات بياخد اوكسجين بياخد فلويدز عشان نعالج المشاكل بتاعت الستيتس. انا اقصد ان هو الفتره اللي هياخد فيها السيستم الكونتيف ستيرويد دي هتبقى فيها جرعات بندي جرعه منه من 50 ل 200 ملي جرام كل 4 و6 ساعات بكررها. لا مده قد ايه؟ ايام في سنين وقت؟ لا غالبا within 24 hours يعني مش هتطول اكتر من كده. وده يخلي الادويه مضمره بقى بالظبط الجرعات الكبيره دي في الوقت ده يخلي الهايبوثالامس والبيتويتري ما يطلعوش بقى السي ار اتش والاي سي تي اتش وبالتالي الكورتكس ما بيشتغلش. لو ما كملتش الستيرويد العيان ده اتسوح ان ما عندوش اندوجينس وانت وقفت الاكسوجينس فلازم ادي ستيرويد اورا وابتدي اعمل لهم جراديوال ويذرو. العيوب بتاعت الكورتيكوستيرويد طبعا السيستميك يعني قلت لكم كده بشكل مبسط قوي مشاكل البروتين والفات والكلام ده لكن احنا هناخده ان شاء الله في الاندوكراين بالتفصيل. المشاكل بقى بتاعت الانهيد ستيرويد مشهور قوي بيعمل حاجه اسمها اوروفارينجيال كانديديز. دي معناها ايه؟ دي فانجل انفكشن صح؟ ليه حصل؟ عشان الميون سبريشن. الدواء ده بيعمل سبريشن على الميون سيستم فممكن يدي فرصه ان يحصل بالانفكشن بالحاجات الضعيفه زي الفانجس يعني. هو ليه؟ بريكوشن اقدر امنعه عن طريق ان كل مره اقفل فيها البخاخه لازم اعمل حاجه اسمها ماوث روش او ماوث جارجل مضمضه. ولو حصل والعيان جالي بقى بقع كده لونها ابيض شويه بتوجع قوي على فكره مع الاكل يعني او مع البلع بنديله انتي فانجل مشهور اسمه نيستاتين. ده الدراج اوف تشويس في علاج الاوروفارينجيال كانديديز. العيب الثاني بقى لاسباب يعني يمكن مش واضحه قوي في اكتر من نظريه بيغير الصوت بيعمل هورسنس اوف فويس يسموها ديسفونيا. تلاقي العيان صوته بدا يبقى محشر شويه كده ديس طبعا معناها ابنورمال وفونيا معناها صوت. ده بالنسبه للكلام اللي يهمني في الازمه عن الكورتيكوستيرويدز ان شاء الله هنكملهم بعد كده في الاندوكراين. المجموعه اللي جايه بقى اللي هي الماست سيل ستابلايزر اللي هي فقدت دورها تقريبا في الوقايه من البرونكيال ازمه. يعني كلينيكالي هتلاقي دورهم بقى فيري ليميتد. هو فكرتهم بمنتهى البساطه كده زي ما قلنا ما هماش برونكو دايريتورز ما لهمش علاقه بالانتيجين انتي بودي اكشن اللي بيحصل على الماست سيل. كل الفكره ان الماست سيل ما يحصلهاش رابتشر او ديجرانيشن. الميكانيزم بتاعهم الحقيقه مش مفهوم قوي. في ناس كانت بتقول زمان ان هم بيقللوا كالسيوم جوه الماست سيلز او بيقللوا سايتنج ام بي جوه الماست سيلز. الكلام اللي دلوقتي موجود في معظم الكتب ان هم بيغيروا الكلورايد بيرميابيلتي. انتوا عندنا حتى في الكتاب جمله كده مش مفهومه قوي they alter the permeability of chloride مش كده؟ هو تفتكروا بيعملوا ايه في الكلورايد؟ هو الكلورايد ده فين موجود ولما بيتفتح الشانل بتاعته بيروح فين؟ الكلورايد بره صح؟ ولما بنفتح الشانل بيحصل انفلكس اوف كلورايد. طب انتوا استفدتوا ايه؟ بالظبط كده الكلورايد عباره عن نيجاتيف تشارج لما بيدخل جوه كانه بيزود النيجاتيف تشارج جوه وفي نفس الوقت البوزيتيف تشارج بره بتزيد. ان هو كان قاعد جنب صوديوم مثلا والاثنين مضيعين بعض لما سابه دخل جوه الصوديوم بدا يزيد يعني يبان والكلورايد جوه عمال يزود النيجاتيف تشارج فكانه عمل هايبر بولاريزيشن. والله اعلم يعني الكلام في الكتب كله كده غامض يقول لك اولتر دي وانت بقى فسرها زي ما انت عايز. عندنا اسمين بقى احنا عرفناهم ان شاء الله اللي هم الكروميدين اسمه داي صوديوم كروموجلايكيت
ودواء تاني اسمه نيدوكروميل صوديوم. استعمالاتهم ما ننساش بقى، عشان مره جه سؤال كده صغير في النظري محدش عارف يحل الحقيقه، هو كتب ثيرابيوتيك يوزز اوف ماست سيل ستابلايزر، هو كله اتكلم على برونكيال ازمه تاخد في البروفيلاكس، وقعد يشرح بقى كل الكلام اللي مكتوب ده. هما الحقيقه ليهم دور تاني في حالات الرجيك، بيتاخدوا على شكل اي دروبس حاجه اسمها الرجيك كونجكتيفايتس، وبيتاخدوا على شكل نيزل سبراي في حاجه اسمها الرجيك راينايتس. كلهم نفس الفكره ان هم يشتغلوا كانتي الرجيك او انتي انفلاماتوري عن طريق الماست سيل ستابيلايزيشن. العيوب بتاعتهم، معظم العيوب اللي موجوده في الكتاب كانت وبتاخد على فكره انهيليشن. كان زمان انتوا عارفين الحاجات اللي انهيل دلوقتي، البخاخات اللي موجوده في السوق بقى معظمها عباره عن سائل مضغوط مش كده؟ فبيطلع دروبلتس، بيطلع رذاذ كده ايروسول، ده ما بيعملش مشكله. زمان كان عندنا نوع من البخاخات، ما اعرفش شفتوه في المعمل ولا لا، كانت الدواء عباره عن كبسوله جواها باودر، وكانت البخاخه بتتفك من بعضها كده، حاجه اسمها سبين هيلر، شفتوها في المعمل؟ بتتفك من بعضها كده، يتحط هنا الكبسوله والناحيه دي فيها دبوس، فلما بدخل الدواء وبعمل كده الدبوس بيخرج من الكبسوله، وبحط البخاخه في الفم كده، وفي مروحه صغيره باخد نفس المروحه دي بتدخل لي البارتكلز دي على الريسبيراتوري سيستم. لما تدخل شويه تراب بقى على الريسبيراتوري سيستم ده يحصل اريتيشن مش كده؟ ويحصل كف، وساعات بيحصل ريفلكس برونكوسبازم. عشان كده الطريقه بتاعت السبين هيلر دي ما بقتش موجوده تقريبا، بقت بتاخد على شكل ايروسول. زي اي دواء ممكن يعمل الرجي، مكتوب ان هو ممكن ريرلي يعمل انافيلاكتيك شوك او انافيلاكسس. مجموعه الانتي ليكوترايلز قلناها قبل كده في الاوتوكويتس، عندنا مجموعتين، يا اما 5 لايكو اوكسجينيز انهبيتورز اللي هو الزيليوتين، يا اما ليكوترايل انتاجونز زي الزفير لوكاست والمونت لوكاست. الحقيقه فيهم ميزه حلوه قوي، بالذات الزفير والمونت لوكاس ان هو فيري سيف، ممكن يتاخدوا في الاطفال حتى في سن 6 سنين، يعني يتاخدوا. انا بخاف دايما من الكورتيزون في الاطفال لمشاكل الكاتابوليزم والجروث ريتارديشن، لكن دول الحقيقه ما فيهمش مشكله. طبعا دورهم في الوقايه عشان دول انتي انفلاماتوري، ما هماش بقى برونكو دايريتورز، مش مهم الجرعات، لكن افتكر الاسامي بتاعتهم بقى. النيو دراجز في برونكيال ازمة الحقيقه كتير قوي، لكن الكتاب مركز على حاجه واحده بس، دواء بيقول عليه اي جي اي مونوكلونال انتي بودي. فاهمين الفكره اللي فيه؟ يعني هدي دواء من بره يمسك في الاي جي اي، وانا استفدت ايه بقى؟ مش هدي فرصه ان الالرجن يمسك في الاي جي اي، مش كده؟ المكان اوكيبايد خلاص بالدواء، وبالتالي مش هيحصل رابتشر للماست سيل ميمبرين، وبالتالي مش هدخل في اتاك. الدواء ده اسمه اوما ليزيو ماب. اي دواء اخره على فكره ماب، ام دي بي، اختصار مونو كلونال انتي بودي. لو عدى عليك ان شاء الله في المنهج اسمين ثلاثه كده، اي حاجه ماب يبقى تبع المونو كلونال انتي بودي. مشكلته بقى انه فيري اكسبنسيف، لانه بيتحضر عن طريق الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. فدايما برضه هو بالنسبه لي الحل الاخير في البرونك الازمه، في السيفير بيرسيستنت ازمه، هو طبعا بما انه انتي بودي يبقى ما ينفعش يتاخد اورا، هيتكسر الدايجستيف انزيمز، فلازم يتاخد عن طريق حاجه بيتاخد باي سب كيوتينيوس انجكشن. يبقى دي بالنسبه لنا كده الادويه بتاعت البرونك الازمه. التشويس اوف تريتمنت ده ان شاء الله هنحفظه عشان العملي، لو جت فرصه ان شاء الله نقول عملي مع بعض، هنفتكر بقى امتى استخدم الدواء الفلاني. بس عايز اقول لكم الموضوع ببساطه جدا، في الاكيوت اتاك يبقى سبب مش كده؟ لو ما نفعش يبقى مايوفيلين سلولي انترافينس. في اللونج تيرم بروفيلاكسس على حسب الحاله، يعني المايل انترميتنت ما بديش حاجه، ما بديش بروفيلاكتيك تريتمنت. لو جالي اتاك باخد دواء خلاص، يعني سالبيتامول او تيربيتالين. المايل انترميتنت للاسف، المايل بريزيستنت والمودريت بريزيستنت والسيفير بريزيستنت، اهم حاجه فيهم انهيلد كورتيكوستيرويد، ده الاساسي، يا بيكروميتازون بقى، يا فلوتيكازون، يا بيوديزرايد، زي ما انت عايز. في بقى بدائل عندنا مثلا زي النيكوتراين موديفايرز، سواء زيليوتن او اللوكاست جروب، او ان انا ادي ساستيند ريليس ثيوفيلين. اوحش واحد، اوحش واحد فينا قلتهم الثلاثه دول ساستيند ريليس ثيوفيلين عشان لو ثيرابيوتيك مش كده؟ طيب
الجزء اللي يهمني بقى الحقيقه الاكيوت اتاك ده برده كلام عملي، والاكيوت سيفير ازمه ده كلام عملي. قبل ما انسى بس انا قلت لكم من شويه الثيوفيلر او الفيلر ميتابولايز باي ذا ليفر، مش كده؟ واحنا بنتكلم على مجموعه الميثايلزانثينز قلنا انهم بيكسروا الهيباتيك مايكروسومال انزيمز بيدوا حاجه اسمها الميثايل يوريكيز. بس بما ان هم ادويه بتكسر الهيباتيك مايكروسومال انزيمز فانت متوقع دراج انتراكشنز ولا لسه؟ يعني اي دواء بيكسر الهيباتيك مايكروسومال انزيم لو اخذته مع هيباتيك مايكروسومال انزيم انديوسر يبقى انا كسرته اعلى، يبقى تاثيره قليل، يبقى لازم اعوض بجرعه كبيره. ولو العكس بقى وده الاخطر ان انا اخذته مع هيباتيك مايكروسومال انزيم انهبيتور، دي على فكره فيري كومن. انا عندي برونكيال ازمه فباخد ثيوفيلم للوقايه، وجالي تشست انفكشن فاخذت مثلا دواء اسمه اريثرومايسين او حاجه اسمها الكيدولونز او كلورامفينيكول، دول عباره عن انتي بايوتكس بس الثلاثه دول بينهبت الهيباتيك مايكروسومال انزايمز. لازم اعمل ايه؟ اقلل جرعه انتي بايوتك ولا ثيوفيلين والا ليفل عدينا من ثيرابيتك لتوكسيك دخلنا في تسمم. مره جه سؤال الناس اتلخبطت فيه الحقيقه في العملي، قال لك ايه في الادويه اللي جايه بيزود الكليرنس اوف ثيوفيلين؟ يعني ايه يزود الكليرنس؟ حتى لو اول مره اسمع الكلمه دي، كليرنس معناها ايه؟ تخلص. لا مش شرط اكسكريشن، هي كليرنس يا اما ميتابوليزم يا اما اكسكريشن يا اما الاثنين، المهم ان انا اتخلصت من الدواء. مين يزود الكليرنس؟ الانديوسرز صح؟ ومين يقلل الكليرنس؟ الانديوسرز. طب ايه رايك في عيان عنده هارت فيلير وبياخد امايلوفيلين او ثيوفيلين ياخد نفس الجرعه؟ هارت فيلير هي باينه شكلها بعيده قوي بس هي قريبه قوي. هارت فيلير يبقى كارديك اوت قليل، يبقى البلاد فلو لليفر قليل، يبقى شغل الانزيمز قليل، يبقى لازم ياخد جرعه قليل. طب واحد عنده ليفر ديزيز ياخد جرعه قليله، مش كده؟ كل دي فاكتورز بتقلل شويه الكليرنس او الميتابوليزم. مش موجود في الكتاب بس اعتقد ان هي حاجه نقطه مهمه قوي، ايه الادويه اللي ممنوعه في البرونكيال ازمه؟ معظمها على فكره عدى عليكم بس ما كنتوش موجودين. ايه الحاجات اللي بتتم تقل تابع اتاكس برونكيال ازمه او تزود الفريكونسي اوف برونكوسبازم؟ بص انا ممكن الف ثلاثه او اثنين على الاقل من هنا. هي البيتا 2 لما تشتغل بتعمل برونكو دايلتيشن صح؟ والام 3 لما تشتغل بتعمل برونكوسبازم. يبقى مين بقى؟ اول مجموعتين ادويه ممنوعين كده في البرونكيال ازمه. ام 3 اجونست صح. اي حاجه ام 3 اجونست. بتوع زمان بقى باراسيمباثومايميتكس. طبعا استاكبري ده مش دواء، لكن لما بنتكلم على الادويه اللي بجد بقى كارباكول، بيتا كول، بايوكاربين، فايزوستيجنين، ليوستيجنين، كل ده ممنوع. ايه كمان؟ بيتا بلوكرز. اي بيتا بلوكرز اللي اكيد ممنوعه؟ سلكتف 2 سلكتف بيتا 2 ولا نون سلكتف؟ نون سلكتف. لا هو البيتا 2 بلوكرز ده دواء خيبان قوي اسمه بيوتوكسامين، ما نعرفش عنه حاجه الا في العمل. لكن اللي يهمني بقى نون سلكتف، اوبرادول وانادولول وتيمولول والكلام ده كله. طب ايه رايك في الكارديو سلكتف بيتا بلوكرز؟ استعملها بحذر. استعملها بحذر شديد لان انا خايف ان انا افقد السلكتيفيتي في يوم من الايام فيقفل البيتا 2. طيب ادي مجموعتين اهو، فاكر انت الرسمه دي بتاعت الاركيدونيك اسيد كوكس دي بروستاجلاندنز ودي 5 لايت اوكسيز دي ليكوترايدز. ايه اللي ممنوع في البرونكيال ازمه؟ صح مش بس الاسبرين، كل نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب ايه رايك في الاستيرويدال في البرونكايزر؟ انا بقى كده في الكويتس اشتغل على حاجه اسمها اتش 1 بيعمل برونكو سبازم، يبقى الهيستامين ممنوع. بس هل في دواء اسمه هيستامين في السوق؟ مفيش، لكن اكتبه يعني لو جالك. في حاجه اسمها هيستامين ريليزر. يعني ايه؟ يعني حاجه تطلع هيستامين. مين اشهر دواء يطلع هيستامين؟ مورفين، مش كده؟ يبقى المورفين ممنوع. قلت لكم يمكن مره كده بيجيبوا في الافلام العربي الراجل اللي بياخد مورفين ده او مدمن عمال يهرش. عمال يهرش عشان الهيستامين اللي طالع مش عشان حاجه ثانيه. مين تاني طلع هيستامين؟ كوريا طلع هيستامين، ساكسينايلو بليف طلع شويه هيستامين كده صغيرين، ترايبوتافان بتاع الجانج بلوكرز.
طلعت، لكن اشهر واحد هو المورفين. في ادويه في الاوتونوميك هيستامين لايك، ما اعرفش الحقيقه اخدتوها ولا لا، في الالفا بلوكرز في مجموعه اسمها الاميدازولين الفا بلوكرز. طبعا النظرات دي معناها انك اول مره تسمع الحكايه. في دواء اسمه فينتولامين، سمعنا عنه، ودواء شبه كده اسمه تولازولين، ده موجود. الاثنين دول تركيبتهم شبه الهيستامين، لما باخدهم ممكن يعملوا برونكو سبازم. يبقى اي حاجه بتريليز هيستامين يعني الهيستامين، والهيستامين لايك والهيستامين ريليزرز. طيب ايه راي حضرتك في حاجه مجموعه كده كان اسمها ايس انهيبيتورز؟ الالفا بلوكرز في مجموعات كيميائيه كده مختلفه، كان في منهم مجموعه اسمها الاميدازولين الفا بلوكرز. لا الكلوريدين، لا لا انا عارف اللخبطه بقى. الكلوريدين بيستيموليت ريسبتورز في البرين اسمها الاميدازولين ريسبتورز الاي 1. لكن انا بتكلم على كيميكال ستراكشر، في مجموعه من الالفا بلوكرز اللي ده الفا ستيمولين، مش كده؟ مش تبعنا. الالفا بلوكرز في منها مجموعه شكلها الكيميائي شبه الهيستامين، فيها رينج اسمها الاميدازولين. فاي حاجه شبه الهيستامين في التركيبه ممكن تنشط الهيستامين ريسبتورز وتعمل برونكو سبازم. الاس انهبيتورز بتتفرج ايه في البرونكو الازمه؟ ايه؟ استخدامه ولا بلاش؟ لا بلاش. الكابتوبريل ولا الاناره ولا سينو كل الناس دول ليه؟ عشان بيمنعوا الكاينيز اثنين، فبيزودوا البرانيكاينين فيعملوا الريتيشن، يعملوا دراي كف ممنوعين. لكن الحلو بقى الاي ار بيز ما فيهمش مشكله. يبقى دي كلها ادويه مهمه قوي. اي حاجه انهبت الريسبيراتوري سنتر، اشهر دواء انهبت الريسبيراتوري سنتر المورفين. المورفين على فكره مجموعه لاكثر من سبب، ولكن اشهر سبب الهيبت ريسبيراتوري سنتر بنهيب حاجه اسمها الكاف سنتر، خلي الواحد ما يطلعش السبيتم اللي موجود، بيطلع هيستامين وسبازموجينيك افكت على البرونكايت، نسمعه ان شاء الله بالتفصيل. في مجموعه من الادويه المهدئه والمنومه اسمها الباربيتوريتس، برضه بتهبط ريسبيراتوري سنتر، مجموعه في الناس اللي عندهم برونكيال ازمه. يمكن يعني اشهر مجموعات الادويه اللي ممنوعه في البرونكيال ازمه، انا كنت عايز اسال سؤال بس نسيت، بس هحاول افتكر السؤال كان شكله حلو والله. طيب استنى ابص على الصوره كده. افتكرت. هو الاسبرين والمورفين الاثنين مسكنات مش كده؟ والاثنين ممنوعين الناس اللي عندهم برونكيال ازمه. يبقى لما يجي العيان اللي عنده برونكيال ازمه ده يجي له وجع ياخد دواء في الحته ولا يعمل ايه؟ برافو عليك، ياخد باراسيتامول. اشمعنى؟ ايوه الباراسيتامول بيمنع الكوكس في السي ان اس صح؟ ما بيمنعش الكوكس بره السي ان اس، يعني ما عملش شيفت الاركيتونيك اسيد ناحيه الديكوترايز في البرونكاي، وبالتالي هو افضل انرجيزك في الناس اللي عندهم بين وازمه. المورفين خايف منه بالاسباب اللي احنا قلناها، والاسبرين وكل الادويه اللي شبه النون ستيرويدال نفس مشكله الشيفت الباراكيتونيك اسيد. يبقى بالتالي كده احنا خلصنا بقى البرونكيال الازمه، الا اذا كان فيها حاجه ان شاء الله في العملي تبقى نكملها. شكرا جزيلا ليكم يا جماعه، استاذنكم والله النهارده.